اليوم يعني يوم امس بعث لك الاخ الزميل طه رساله عبر برنامج صوت الملاعب. انا اريد رساله من الاخ حيدر زكي عبر برنامج كره للاخ طه. والله اولا فاجئتني بهذا السؤال، يعني انا ما كنت لا اريد ارد ولا اكتب عن الرساله اللي وجهها الاخ طه ابو الرغيف. الموضوع بالنسبه لي يعني ما كنت اتوقع انا على الاقل انه راح يصير بي نقطة التقاء بيوم من الأيام، لأنه العتب ما يفيد. يعني أنا يعني صفحة وانطوت، وبما أنه الأخطاها يعني ضمنا يعني أعتبره أنا يعني اعتراف بخطأ أو بأخطاء ارتكبت ضدي، وبعيد عن الرياضة وعن اللي الجاي نعيشه والإعلام اللي يعرفني يعني كحيدر زكي، وأكو ناس وياكم بالفرات يعرفوني عائليا. أنا تربيت في بيئة ومضيف، تعودنا إذا أجي على نفسي وأخذ من نفسي وأنطي من حقي في سبيل الصلح فما راح أتأخر. هذا اللي تربيت عليه أنا، وهذا اللي عشت بهاي البيئة بهاي الأجواء. يعني أنا ابن مضيف أولا وأخيرا، يعني ابن عرب، فأنا أتعامل بأخلاق العربية. اللي يتقدم لي خطوة أتقدم له 10 خطوات، هذا اللي أقوله، بس بشرط انه ما تتكرر هذه الامور، انه ما تتكرر. احنا عندنا بالعرف العشاري يقول لك اذا تكرر تصير مربع السالفه، مو؟ فهذه الرساله.